البسكويت الدايت مش دايت. خلينا نتفق مبدئيا ان كل البسكويت بسكويت مكون من دقيق وسكر وسمنة او زيت. يتميز البسكويت الدايت بحجمه الكبير وسعراته العالية جدا، فالبسكويت الواحدة فيها حوالي 70 كالوري، يعني سعراتها قد ربع رغيف تقريبا. تخيلوا، يعني انت لو كلت بسكويتين ب 140 كالوري كأنك كلت نص رغيف. الفرق بس ان البسكويت العادي بيبقى معمول من دقيق ابيض، اما بسكويت الدايت بيبقى معمول من خليط ما بين الدقيق الابيض والاسمر ودقيق الشوفان او الحبه الكامله، وده بيخلي بسكويت الدايت افضل من حيث الدقيق، لكن في نفس مقدار الدهون والسكر اللي في البسكويت العادي بالظبط. فالبسكويت الدايت بيتخن ومش دايت وبربع رغيف.